النادي لعبه، خطف محمود صبحي هدف التعادل، وادي كوره وسيد عبد الحميد وهدف 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 الثالث. بقول لكم الثلاث دقائق ديت ممكن يحصل فيها اي حاجه من الفرقتين. وحكم اللقاء مراد الدعمي ادانا ثلاث دقائق. اوبا هدف التعادل. هذا اللي بيستغل الخطا القاتل من مين؟ من ادجارد ومن اللاعب رضوان الحيمر، ومتابعه جميله ومتابعه جيده من عماد متعب، وبيسجل هدف التعادل في الوقت القاتل. كره طويله في عرض الدفاع التونسي، لمسه من عماد متعب، مرتده، تصويب، وجول جول جول جول. الهدف الاول للنادي الاهلي، محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا. بيستلم وفي توغل وفي تقدم من اكثر من لاعب، وادي حسام عاشور، وادي تعدي، وادي ابو تريكه، وابو تريكه، ابو تريكه، ابو تريكه، رجل اللحظات الاخيره مشاهدينا الكرام، موهوب وفنان الكره المصريه، بيضع هدف التعادل للنادي الاهلي، هدف في لحظات القاتله في هذا اللقاء، وجماهير النادي الاهلي بتسعد من جديد. ادي النجم شريف عبد المنعم، ونجم بعد ما كاد اللقاء يمر على النادي الاهلي ويذهب الكاس الى 100 عقبه، ولكن كيف يذهب وهناك محمد ابو تريكه النجم الكبير للكره المصريه. قد تفعلها يا فتحي، قد تفعلها، هي جول، اقدامك فيها هدف قاتل قاتل قاتل، بمهاره الهدافين، بروعه المبدعين، بجمال احمد فتحي، الله على اقدامك، الله على تسديداتك، هدف هو الاجمل. وادي التمريره الحراريه، فلافيو، ممكن، فلافيو قبل يونس، عبد الحميد حسن، خطرة، متعب، اوبا جوه الجول. عماد متعب، عماد متعب انتظر طويلا كي يلقي بأول أهداف المباراة، والرابع اهو، واللمة اهي، اوبا، والرابع، والرابع أسامة حسني، والرابع أسامة حسني، والرابع أسامة حسني، افتح الرابع يا ابني، افتح الرابع يا سمسم، افتح يا طبعا اضافه، وادي الكره الثابته، وادي الراسيه، وممكن، وهي، ويا الله، لسه الهجمه قائمه، وهوبا جوه جول النادي الاهلي. محمد بركات، المتابعه، بص شوف التواصل والضغط الهجومي زي ما توقعنا، محمد بركات وجوه جول. يا سلام على النادي الاهلي، سلام على كرة القدم. بقول لحضراتكم احساسي الشخصي، ويعني دار عليها همسات كثيرة في المدرجات، وادي فرصة وجول، فرصة وجول، وائل جمعة، وائل جمعة في هذه اللحظات.